السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير. تشوفون الرؤية هذه، وكالعادة نأخذ رؤية ثم نشرح الرموز ونربطها مع حال صاحبة الرؤية فينتج التعبير الصحيح. هذه ترى في منامها أنها رزقت بولدين توأم وهي عزبة وكبيرة في السن، فكان التعبير أنها قبل ما نشرح الرموز دل على أنها بترزق مال من جهتين، مال من جهتين، ووقع التعبير وكان صحيح. أما شرح الرموز والمعاني، الله عز وجل قال عن يعني البنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم زينة، يعني هي رزقت بتوأم زينة، كذلك المال زينة، كذلك قول عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، يعني تأكل مما يكسب ولدك. فهذا كان هو التعبير أنها ترزق بمال من جهتين، هذا معنى لهذه الرؤية. طيب هذه رؤية ثانية ترى في منامها أنها لابست الرشرش ذهب، الرشرش الكبير اللي يلبسون الحريم ذا. طيب معنى الذهب أو رمز الذهب ترى من أكثر المعاني، له معاني كثير، وإذا يجي تشرح الرؤية هذه واربط حال صاحبة الرؤية مو معناته أن الذهب دائما يدل على هذا المعنى اللي أنا بقوله. فترى في منامها أنها لابست الرشرش ذهب. أنت بعد السؤال، أنت يعني مريتي فترة تعب أو حرارة في جسمك؟ قالتني فترة حرارة في جسمي. قلت بس هذا يصير هذا التعبير وشلون؟ تعرفون أن الذهب لونه أصفر، الإنسان إذا مرض يصفر لونه، ورشرش الإنسان إذا صار مريض يرش على نفسه، وجت حرارة بالأصح يرش على نفسه ماء يبردها بالماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فأطفيوها بالماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالواحد يرش على نفسه رش رش رش، فكان هذا هو التعبير. سلامتها وسلامة المسلم.